وهذا واقيلا ما فيه حتى الدواره. والله عبد الله واش هذا اخر ثمن؟ هذا هو الثمن الاخر. مالو هذا عايش بالبسطيلات يدير الكوتي بالبيستاش واللوز ولا غادي يلعب لنا مع الريال مدريد؟ اذا هذا الثمن الحقيقي ديالو هو 7000 درهم الى 6500 درهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هذا الحولي الصغير هذا؟ هذا الصغير 5000 درهم. 5000 درهم؟ 5000 درهم. وهذا واقيلا ما فيه حتى الدواره. والله عبد الله. واش هذا اخر ثمن هذا؟ هذا هو الثمن الاخر. وهذا 5000 درهم راه بزاف. شحال هذا الخير هذا؟ الخير هو 16000 درهم. 16000 درهم؟ مليون ونص و 120000. مالو هذا عايش بالبسطيلات يدير الكوتي بالبيستاش واللوز ولا غادي يلعب لنا مع الريال مدريد؟ هادشي اللي عبد الله هو بزاف هادشي بزاف بزاف. الا مشيتي للسوق ولقيتي بحال هذا كيسوى مليون ولا مليون ونص رانا كيما قدام شناق واما قدام واحد داير الاشهار ومدور مع مول الاشهار وكيزيد عليك في الثمن لانه هاد الاثمنه هادي في الحقيقه اللي قلنا لكم راه غير معقوله وما كايناش في الواقع. ودابا غادي نرجعوا غادي نعرفوا الثمن الحقيقي ديال هاد الخير هذا. شحال الثمن الحقيقي؟ الثمن الحقيقي هذا السي الحاج عطاونا فيه 130 والثمن الاخر اللي بغيتي انت نخليه لك راه ثمن مزيان هو 140000 درهم. اذا هذا الثمن الحقيقي ديالو هو 7000 درهم الى 6500 درهم. هذا الخير المعلم ب 3000 درهم 60000. اذا هذه هي الاثمنه الحقيقيه. هذه الاثمنه اللي كنشوفوا اليوم هي في مواقع التواصل الاجتماعي ديال 2 المليون 2 المليون ونص. هذا الشيء راه ماشي لاعب كره كنبيعوه، هذو راه غير حواله. للاسف الشديد هذا الشيء راه زاد على الحد ديالو. اليوم هي نحن مع كساب مغربي ما كيشد لا دعم ما كيشد حتى شي حاجه، كساب مربي هذا القطيع ديالو من على العرق ديال الجبين ديالو بلا تدخل ديال الحكومه بلا تدخل ديال حتى شي جهه من غير التلقيح. والاثمنه في الحقيقه راه اثمنه حقيقيه، ولكن الا بغيتيها والا فعلا بغيتي تشري غتمشي ديريكت مباشرة عند الكساب عند مولشي بلا شناق بلا وسيط، لأن هاد الشيء هذا اليوم تيا كيخلع. كنشوفوا واحد واصل 2 مليون واحد مليون ونص واحد 2 مليون ونص، راه ما غاديش نشرو السيارة، راه غنشرو غير كبش باش نعيدوا الآخر باش نعيدوا باش نديروا السنة. حنا هنايا كننقلوا واقع، جينا اليوم تيا كنساوموا قلنا قبل ما يغلى وقبل ما يقرب عيد الأضحى المبارك نجوا نحجزوا شي حاجة. لقينا الأثمنة الحقيقية كان بين 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم. اليوم اللي كنطالبوا من الحكومه هو على انه بدل ما تدعم المستوردين وبدل ما تدعم الناس اللي كيجيبوا من اسبانيا دعم لنا المنتوج الوطني. المنتوج الوطني ماشي في القطيع فقط، المنتوج الوطني في كل حاجه. حنا اليوم تيا بغينا ندعموا المسائل الوطنيه ديالنا، ندعموا الكساب المغربي. كنخسروا على واحد 500 درهم في الراس وكيجيب لنا 160000 راس ولا 500000 راس وكيبيعها لنا ب 3000 درهم ولا ب 4000 درهم، في حين خاصه يبيعها ب 1500 درهم ولا ب 2000 درهم كاقصى تقدير، وهادو كيضيعوا. اليوم تيا الرساله واضحه عندنا في المغرب اليوم تيا واحد الازمه كبيره. 20 مليون راس اللي كاينه كنستهلكوا منها سنويا 6 المليون ديال الراس ديال الروس ديال الغنم. عندنا تقريبا 214000 ضيعه فلاحيه اللي كتنتج لنا داخل الوطن ديالنا. هاد الضيعات هذه هي اللي خاصها تدعم، هاد الكسابه هما اللي خاصهم يدعموا، هاد المغاربه الوطنيين هما اللي خاصهم يدعموا. كفانا استيرادا، بارك علينا من الاستيراد، لان هاد الاستيراد ايضا اللي كنجيبو غير ماشي مضمون. هذا ماشي بحال هذاك اللي جاي من اسبانيا ولا جاي من شي دوله اخرى ما عرفنا باش عايش، ما عرفنا شواكل، ما عرفنا حتى شي حاجه عليه. اليوم تيا كنقول لكم رانا قدام ازمه حقيقيه في الحقيقه، قدام كساب مغربي ما كيعاونوا حتى شي حد من غير الله تبارك وتعالى. حنا عشنا سنوات ديال الجفاف، عندنا بزاف ديال الحوايج اللي عانت منها الماشيه ديالنا، عانت منها يعني الفلاحه ديالنا. فاليوم تيا خاصنا نلتفتوا للواقع ديالنا، نلتفتوا للبلاد ديالنا، نلتفتوا للمواطنين ديالنا، نلتفتوا الكسابه ديالنا، ونعاونوا الناس اللي الطبقات الفقيره والطبقات العشاء باش تقدر تعيد، لانه هذا رهان دائما كيتكرر. وهذه الهضره كنقولوها كل سنه، ولكن للاسف لا حياه لمتنادي لا شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه كتغير، كتبقى دار حليمه على عادتها القديمه. اليوم هذه رساله كنقولوها وكناكدوها من خلال من هنا من هذه البلاصه هذه عند هذا الكساب هذا. حنا ما كنديروا لا اشهار ما كنديروا حتى شي حاجه، حنا جينا ننقلوا واقع باعتبارنا كنحاولوا ننوروا الراي العام باعتبار مسؤوليتنا. كنقول لكم على انه هذا الشيء اللي كيتقال في مواقع التواصل الاجتماعي راه ما صحيح. الاثمنه الحقيقيه سير قلب عليها، قلب على المليح، ولكن للاسف الشديد كنرجع كنقول على انه مع هذه الحكومه هذا ومع هذا الوضع هذا راه القدره الاشترائيه ديال المواطنين تدهورت. المواطن راه ما قادر يشري حتى ب 1000 درهم، فما بالك 7000 درهم ولا 6000 درهم. اذا كان خاص تدخل حقيقي، خاصنا نعيدوا النظر في بزاف ديال الحوايج. راه ما غاديش يبقى كل عام عندنا الرهان هو على واش غادي نعيدوا ولا ما غادي نعيدوا.
هذا الشيء راه بزاف، لانه الا جينا نديروا بين قوسين راه عندنا بزاف ديال الارقام والاحصائيات اللي جابتها المندوبيه الساميه للتخطيط واللي جابتها بزاف ديال المؤسسات، راه كتخلينا نوضع ايدنا على قلبنا ونشوفوا المستقبل بعيون اخرى، لان المستقبل الحقيقه راه لا يبشر بالخير. ملي كتجي عندي 3.4 مليون ديال الشباب ما كيديروا حتى شي حاجه، ملي كيجي عندي 3 مليون ديال الفقراء في المغرب، ملي كيجي عندي بزاف ديال الارقام راه كتخلعني، راه كتخلعني انا وكتخلعني على المستقبل ديال بناتي، المستقبل ديال المواطنين، المستقبل ديال الاجيال اللي جايه، راه كتخلينا ندقوا ناقوس الخطر. تحياتي لكم والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.